الدراما وخاصة في رمضان من العوامل التي اعتبرها البعض سلاح ذو حدين في كيفية طرح مشكلة الإدمان. بتهدد اللي لم يمر بتجربة الإدمان إنه ممكن يبقى مدمن بالصدفة، بتهدد المتعاطي اللي تم التعافي من إدمانه إنه ممكن ينتكس فعلا ومعدل انتكاسه يزيد، بتهدد المدمن القائم فعلا إن أنت بتحسسه إن قد إيه هو ممكن يبقى شوي وقد إيه هو ممكن يبقى جاذب لأنظار اللي حواليه حتى ولو كان بالسلب. النقطة الخامسة والأخيرة وهي أهم مكان في اعتراضي على هذا المسلسل هو تشويهه الكامل لفكرة العلاج النفسي. المدمنون ليسوا مجرمون، إنهم مرضى في حاجة إلى علاج ويستحقون فرصة ثانية في الحياة، وهذا شيء ليس بالمستحيل.